السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. لاباس عليكم اليوم واحد الفلوق من مدينة الدار البيضاء. المهم فيه غديوتنا ديال الجمعة، فيه واحد الخريجة القصرية ديال سباتة، وفيه واحد المفاجأة غادي تشوفوها معنا في الفيديو. ها غدانا ديال الجمعة البنات، ما دارتش لنا امي بعد داز حتى واحد ما تياكلو في الدار. كتسولوا على زكريا، هو زكريا. جمعة مباركة، تدخل عليكم الصحة والسلامة. سولوا عليك البنات كاملين، وأمينة فرنسا كلهم سلموا عليك. سلم على أمينة بزاف، أمينة خشي راك عزيزة. وإيهاب توا كيسلم عليك. ضروري إيهاب. إيهاب! إيهاب! إيهاب من شيشاوة. المهم عندنا واحد الجليسة مع زكريا إن شاء الله في الليل، نضحكوا شي شوية. دابا مزروب حيت غادي للخدمة، غيتغدى. مع المدير. مع محمود المدير. المدير أنا. ماشي عارفوني راني مدير. صافي وكاين معنا عندنا اللبن، راه داك اللبن. هم البينات ديال العروبية، ها هي كتشوفها. أنت هما البينة بنك هات باهية، ها هي الشوا. صافي نتغدى إن شاء الله، المهم سمحوا لي البنات والله، نتغدى إن شاء الله ونكملوا. أنا البنات هابطة عند أختي حنان، كتسكن غير لتحت الهيل، حتى تيران با محمد البنات اللي كيعرفوا سباتة، غنمشي عندها باش نجيبوا شوية العطرية، نقدر نصور لكم على المول العطرية، نصور لكم إن شاء الله، نمشيو للقصرية ديال سباتة. شكون اللي قرا في هاد المدرسة؟ انا نوريها لكم. هذا سبيطار الحومه، وهذه دار الشباب، وهذه مدرسه الاميره لاله امينه، هي فين قريت التحضيري. وهذيك المدرسه ما غتبانش لكم، واحد المدرسه صغيره قريت فيها الروض. ها هي الاميره، الاغلب غيكونوا قاريين هنا بنات السباسه، غيكونوا قاريين معايا. البنات لقيتهم في الزنقة وتبعتهم، شكون اللي كان كيتبع الهدية ملي كان صغير. المهم أنا وحدة من دوك اللي كانوا كيتبعوا الهدية وهي صغيرة، هي أنا، ودابا أنا تابعة وأنا كبيرة. هيا شتي القصريه ديال شارع الشجر هادي، انا غنمشي عند مول العطريه ونصور لكم. ما قدرتش نصور. شوف شوف هادي فين هي. ما قدرتش نصور اكثر من هكا البنات، المهم كاينين صحاب الوقت بزاف. هذا هو العياشي اللي كاين في كنت كاين هذا، وكاين واحد اخر ليه هذاك خوك، خو العياشي. لا هذاك اشتيو. لا هذا خو، هذا العياشي اللي حدانا في سباته، وهذاك خوك الاخر. وانا كتقدى عندك انت ماشي عند خوك. هذا هو ساكن عندنا. المهم عنده العطريه زوينه بزاف، راه تنجي من مراكش كندير العطريه عندكم، هما غيجيو عندكم مراكشيين. دير ليا شوف مسكينة ديال الخرقوم. راه الخرقوم ها هو. شوف بغيت نعرف ملي كنعزلو علاش كتبقى يدنا صفراء، واش كيرشوا عليا الخرقوم، خرقوم الباكيه ولا لا؟ دابا انتوما كنعرف كتقدا عندكم، والله الا دخلني الشك. بلدي بلدي حيت بكري ما كانش هكا. لا مرحبا، هذيك بلدي وزويت الخيط. شحال داير اللوز؟ لوز راه شو والله ما شاد عليك، انت غتشوف راسك ما شادش عليك. 17 17 هو ناقص شويه. تبارك الله عنده العطريه زوينه.
واقول لك كوسي زين انا يا شتي يا شتي شوف دير شي زبلة دير شي زبلة تاع هادي شوف ها القصة هادي قصة تسباتها لا ما تنديرش تحميرة بزاف شوف عطيني معك عطيني واحد كيلو كيلو جيجي هاد الصابو واش هادو خلات حنا اختي الصابو زوينه هاد الصابو فن شكي داير من هنا 100 درهم الثمن ديالو هادي قصابة غرناطه لا سميتها بدر ايوا شتي هادي قصارية بدر ماشي غرناطه هادي شي لا لا ما صورتك كاع عرفني لا ما صورتك كاع شيت العراسات ها تبارك الله داكشي زوين عندك انا ما لقيتش ما عاد ما كنلقاش قدر رجلي والله ما عندي مشكل احنا جينا عند يونس شخصيا ها يونس المسحوق في المونتاج كون عالي الحانوت تاع يونس هي هادي كلشي زوين ما كاين حتى حاجه خايبه زعما ختم عنده ندمت عليها ولا المهم انا جيت ناخذ شي حاجه المهم تشوفوا شنو غادي ناخذ بقره ما مقيداش المهم غير وريتكم الحانوت ها القصاري ها برا شفتوا راه هو اونفاس مع هادوك المواحد ديال اللي كيبيعوا داكشي ديال الكتروميناجي تما واجبك ها هي القصاريه البنات شفتوا هاني تقديت هذا واعره ها هي السميه ماشي السفاح جات حدا هاد مول الماعن المهم راه باينه الصراحه راه عنده داكشي زوين وراه على ضمانتي انا راه تلاقيت مع واحد مول السبيعه راه هي كانت شافتني مني مني خديت يعني خلصت بحالي بحال ايها الناس يعني بحالي بحال الناس ها هو السي عبد الواحد جينا عنده كما قلتوا لي مرحبا السي عبد الواحد واش كيسلم عليك سميهم كاملين ومرحبا بكم الناس تاع برا قال لك عبد الواحد كلينا عنده شحال من خطره عبد الواحد راه الله يعمرها دار ها هو الري فروي ها احسن ري فروي عندنا نقي وزوين لا لا شي حاجه زوين والثمن مناسب الثمن مناسب ومرحبا بزاف كاع ها هو الله يحفظك عبد الواحد الله يخطيك راك ديري مع سميره نتلاقى بك ما عيطش ليها ومحالكم هذا الله يحفظك الف مرحبا الله يحفظك عبد الواحد مرحبا بك حاجه مزيانه ونقيه بالثمن المناسب الله يحفظك عبد الواحد عارفين اللي كاين حنا راه قدام سندويشات كاين كاطو بلاصي عندنا مريوات عندنا اي حاجه جميع العصيرات كوكتيل فراشيد الف مرحبا 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 نروح عليكم باي باي رحب بك الجنه سلام شكرا هذا طويجينا ديال اليوم الاخير هنا في كازا طويجينه الوداع ثلاثة مطاطا ودجاج والزيتون لأن هذه هي الأكلة المفضلة عندي من بكري وعند كل شيء ياك زكريا كتفكرنا بالفقر والله إلا كتفكرنا بالفقر قال لكم زكريا الأكلة كتفكروا بالفقر إلا كتفكرني بالفقر والنعاس فيا النعاس والفقر مسكين محتفل بينا وجايب لنا واحد الكاطو كلاسي مرحبا بكم هذه هي الحليوة اللي جاب لنا زكريا
ياك حلوة هادي. هادي هادي كلاص ديما فين ما كنجي مسكين كيجيبها ليا. أمال ولا جيتي حتى نتوما نجيبها لكم ماشي مشكل. سمعتي قالك واخا تجي نتوما يجيبها لكم. تجيبها لكم مرحبا. تجيب واحدة كبيرة. ضروري أنا نجيبها. متسبعات بزاف راه يجيو عندك الصقع. خالد عزيز شوفوا علينا كنعيطوا عليه. عفاكم لما ديروها له قد في موجو عندنا. مرحبا. عند خالد. غادي نقطع هادي لكم واحد التقطيعة ديال العراس كيديروها في العراس. حيت كانت فريكو قاصحة. خلى زكريا تدي الديكونجلا شي شويه باش يجي لنا كوماس كبير. زكريا ما كيتعاتقش حيت كاين عندنا حنان وحلفت ما تنزل للدار تاكل. ايه صافي كندوقوها. وهي ما كتعاتقش لك هادشي حاجه ما كتعاتقش. ما كيتشي الاولى باش تاكلي واش هبطي في حالك. كنعرف فاصله وقوله بلا لا لا بقيت تاخذي الثاني. صاحبتي باغا ندي منها اللي بقى نغدو في الطريق. وي راه هذاك الشيء وما كندوب كل الزيته. قالت سالي امي كتاكل كتعشى مسكينه كتشرب حسوه. قلت لكم داك النهار كتاكل غير خبز واتاي راه دعاو معاك امي والله الا دعاو معاك بزاف الله يشافيك. قلت لهم راه كتاكل غير الخبز والعيشه وتقهرات تقريبا شي سيمانه وانت خبز واتاي ياك شي 10 ايام ملي كتاكل خبز واتاي. قالت نعتق راسي وشفت الحسوه. الله يشافي كل من هو مريض يابل في هذا النهار. التقطيع اللي كيديروا لهم اللي كيديروا في العراسات حتى في الاخر كنحصلوا على واحد المنيضر ديال الشميشه كتجي زوينه وتا الطرف الصراحه تيكونوا مناسبين. ها ما تنقطعوش كيقطعوا ما كيجيو مثلثات صغار كيجيو زوينين. طبيعة الحال الدراري الصغار كيتسناو. جنات الياس هادو ولاد اختي وريحانه بطبيعة الحال هي حدايا كتسنتي حقا كتسني ريحانه. اه الشك النهائي ديالها من بعد ما تفرتكت. محلاتني محلاتني ما نكذبش عليكم والله الا محلاتني. شنو ديالها بصامات خرجوا والله الا محلاتني. المهم الله يسمح لينا من زكريا. واخا تعديش عليا سخنتيني سخنتش. لا لا بحقك كتسخن حيت قاصحه. لا كان انا نخرجوها قبيله. هذا هو الديف فولي درنا. وقلت اخويا تسارح جلس. قطع لي انا دابا. قطع لك جلس تسارح. قطع لي انا دابا. قطع لي بارك عليك. انت طاعك في الراس. ها هي امي البنات غتدوي معاكم. يلاه سرينا سالات وشوفوا الطابليه راه ما كتحيدهاش حتى كتبغي تنحس. المهم الحداقه كاينه. كاش من الحداقه الله. السلام عليكم ابنياتي. كي دايرين لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ كي دايرين الصغيورين؟ كي دايرين الوالدين؟ كي دايرين كاع العائله؟ ياك لاباس عليكم؟ راه قالتها لي خديجه قالت لي راهم كيسلموا عليك وراه كل وحده بسم الله تسلامه غادي نلحق ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يجعل سيدي ربي ييسر ليكم. واللي طالبه شي حاجه راه طلبت من الله الله يرزقها ليها. واللي عنده شي بنيه الله يخليها واللي عنده شي وليد الله يخليه ليه. واللي عنده وليد كبير الله يجعل سيدي ربي يهديه ليه. واللي مريض الله يجعل سيدي ربي يشافيه. وكنطلب من الله اللي بعيد في الغربه الله يجعل سيدي ربي يجيبو بخير وعلى خير عند والديه تيشوف فاميلته. واحد البنت راه كان خوها مسكين مريض هنا في كازا وهي في فرنسا كانت ديما كتقول طلبوا ليا مع خويا. الله يجعل سيدي ربي يشافيه. كانت مسكين في السبيطار الاخت امينه. الله يجعل سيدي ربي يشافيه الله يجيب الشفاء كاع للعباد. والله يرضي عليكم ابنياتي وبورا لاباس اللي عرفت بيه راني هضرت بيه بنيتي الله يحفظك. المهم راه ديما تيسولوا عليك يقولك مالا غبرات مالا غبرات. والله يسول عليكم ابنيتي الخير وانا راضيه عليكم مرضى الشاع الله كي صبت وانا ضربوا الله يحفظكم ابنيتي والله يسهل عليكم. عواشر مبروك عليهم امي. عواشر الله يجعل هذا رمضان اللي غيدخل يدخل علينا ربي بالصحه وسلامه الوقت. والله يجعل سيدي ربي يصوموا لينا بالكمال. اللهم امين. وعواشركم مبروكه بنيتي وبسلامه عليكم انت وتصبحوا على خير بنيتي والله يحفظكم والله يرضي عليك. الاخوات سمحوا لنا ما ذكرناش الاسماء راه واخا قلتهم لا كتنسى. المهم هي ذكرات هي ردعات مع كل شيء اي وحده كتبات راه دعات معاها. المهم راه جميع الاخوات بقى نقرا لها التعاليق راه سولوها ياك امي كنقرا لك التعاليق. يا بنيتي قريت لها التعاليق كنقول الاخت قالت لك الاخت قالت لك. المهم كنتمنى يا ربي يكون وصل لها التسلام ديالها ليكم. ستوما بنيتي طلبوا معايا من سيدي ربي يشافيني. اه دعوة حتى هي راه مريضة بزاف ما نقولش لكم. وطلبوا معايا ربي يقدرني على دار رمضان. حيت هي كل رمضان كيجي كتقول لك هذا رمضان محاش غنصومو. رانا مريضة محاش غنصوم هذا رمضان
المهم ربي كيوقف معاها كتصوم، وان شاء الله امي هذا العام غتصومي ان شاء الله بالصحه ولكم ان شاء الله، لانها مريضه ونعسناها في السبيطار حيت بزاف الاخوات اللي ديها لعندها الطبيب ديها ديناها ما خلينا فين ديناها. حاليا متبعه في الشيخ زايد عند واحد الطبيب سميتو بن جلون، غتمشي نيت عندو نعسناها في السبيطار ما خلينا كي درنا، ولكن اشنو عندها الله اعلم. كنقولوا العصب في المصران، كنقولوا المعده، كنقولوا المهم شي حاجه اللي طاح على الطب قلنا راه كاينه، راني حنا ما عرفناها الزعمه. الله يرضي عليكم بنيتي، تصبروا على خير، خلينا لكم الراحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يرضي عليك بنتي.